استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمسؤولين بالمملكة وأبناء المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن خليفة بن سلمان بن عيسى بن علي الخليفة. يتقدمهم الشيخ سلمان بن عيسى الخليفة الذين رفعوا إلى سموه أسماء آيات الشكر والتقدير على تعازي سموه ومواساته في وفاة الفقيد الراحل الشيخ عيسى بن خليفة بن سلمان بن عيسى بن علي الخليفة رحمه الله. دعينا المولى عز وجل أن يحفظ سموه ويرعاه ذخرا وعزا للوطن وشعبه. وخلال اللقاء استذكر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتقدير والعرفان مآثر الفقيد طيب الله ثراه وما كان يحظى به من سجايا وأخلاق نبيلة مستذكرا سموه العلاقات الطيبة التي جمعته مع الفقيد الراحل سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. ونوه سموه بإسهامات رجالات البحرين كافة المجالات وما قدموه من عطاءات في خدمة الوطن وإعلاء مكانته مؤكدا سموه أن عطاءهم ومسيرتهم الحافلة بالإنجاز هي محل تقدير واحترام ومبعث قدوة للأجيال القادمة. وأكد سموه أهمية تعزيز الروابط الاجتماعية والأسرية بين أبناء المجتمع وأن تتوحد جهود الجميع في خدمة الوطن ونمائه. من جانبهم توجه أبناء المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن خليفة بن سلمان بن عيسى بن علي الخليفة بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما أبداه سموه من مشاعر طيبة تجاه والدهم رحمه الله معربين عن اعتزازهم وفخرهم بالعلاقات الطيبة التي جمعت سموه والفقيد الراحل والتي تورثوها عن الآباء والأجداد. وتوجهوا بأسماء آيات الشكر والتقدير لسموه على ما لمسوه من اهتمام ورعاية من جانب سموه في متابعة الحالة الصحية للفقيد الراحل طيب الله ثراه متمنين لسموه دوام الصحة والعافية وطول العمر لمواصلة مسيرته الخيرة في بناء الوطن ونهضته.